وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن أبرز المواضيع التي تطرقتم لها خلال ترأسكم جلسة البرلمان العربي بالقاهرة، بالإضافة إلى انعكاساتها على القمة العربية المرتقبة التي ستستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل. شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. الحقيقة أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة كانت أهم الموضوعات الحاضرة بقوة في جلسة البرلمان العربي اليوم، والتي تشرفت برئاستها، وقد أكدت في الكلمة التي ألقيتها في افتتاح هذه الجلسة على دعم البرلمان العربي للنتائج المنتظرة من هذه القمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود العربية المشتركة والتوصل إلى حلول عربية ناجعة لما تواجهه منطقتنا من أزمات ما تزال مستعصية على الحل. كذلك أشادت في الكلمة وثمنت الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، ودعمه الكبير لآليات العمل العربي المشترك سواء في إطار جامعة الدول العربية أو على مستوى العلاقات العربية الثنائية، وحرص جلالته الكبير على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد كذلك على ثقة البرلمانيين العرب في أن استضافة مملكة البحرين لهذه القمة من شأنه أن يوفر لها كافة عوامل النجاح، وسيجعل منها قمة استثنائية في أهميتها والمخرجات المتوقعة منها، وذلك في ضوء الرؤية الملكية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بشأن ضرورة وأولوية تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك انطلاقا من السياسة الخارجية الرصينة والمتزنة التي يحرص جلالته دائما عليها، والتي أكسبت مملكة البحرين مكانة متقدمة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وجعلها تحظى بالاحترام والتقدير في كافة المحافل. أثنيت كذلك على الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين من أجل التحضير لتلك القمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والذي لا يدخر جهدا من أجل أن تنظيم تلك القمة بما يليق بمكانة مملكة البحرين عربيا وإقليميا ودوليا. طبعا من خلال المداخلات التي ألقاها أعضاء البرلمان العربي اليوم في الجلسة العامة، كان هناك إشادة كبيرة باستعدادات مملكة البحرين وتقديرا للتحضيرات التي تقوم بها استعدادا لتلك القمة. كذلك كان هناك تعويل وأمال كبير من جانب أعضاء البرلمان العربي على القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، وأكدوا أنها ستكون قمة مفصلية في التعامل مع التحديات الراهنة وما يلبي تطلعات الشعب العربي الكبير. نعم، من القاهرة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.